جماهير الزمالك كانت تنتظر في شهر يناير مجموعة الصفقات، وبعد أن أوفى المجلس بوعده أصبحت كل جماهير الزمالك في شهر فبراير تنتظر عودة الفارس الأبيض للمباريات. الكل يترقب موعد المواجهة الأولى بعد فترة التوقف الطويلة. حقق الزمالك خلال فترة الانتقالات أحلام الجماهير، أعلن التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة وسيف جعفر وأحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد. 10 صفقات هي حصيلة الفارس الأبيض في سوق الانتقالات. الزمالك نجح باقتدار قبل أن يستكمل الفريق باقي المشوار، ولأنها مدرسة الفن والهندسة فإن الكل يترقب المباراة الرسمية التي تشارك بها الصفقات الجديدة. الكل ينتظر دويتو جديد سيحدث قريباً بين شيكا وسعيد. انضمام عبد الله السعيد للزمالك هي صفقة طال انتظارها، هي ليست كغيرها من الصفقات، هو القطعة الناقصة في مدرسة الفن والهندسة، هو اللاعب الذي سيكمل منظومة المتعة. السعيد مشهور بدقة التمرير، وشيكا معروف بقوة التسديد، والثنائي يشترك في المهارة. هما العنوان الأبرز للمرحلة القادمة في الزمالك، ثنائية يترقبها جمهور الزمالك على أحر من الجمر. الكل يترقب تمريرة سحرية من الآباتشي إلى الوافد الجديد ليبدأ الدويتو الجديد بين شيكا وسعيد.